السلام عليكم. هو الأستاذ إحسان جزاه الله خير، هو الدينامو بتاع مجموعة الجدرانية، وجزاه الله خير مع الزملاء جميعا طلبوا أن أعمل هذا البرزنتيشن أو هذا التقديم على يعني مجمل أعمالي والأسلوب اللي أنا بحاول أتبعه، وإن شاء الله ألاقي منكم نقد أو يعني رؤية. تصاميم البيئة اللي هي تشمل كل حاجة، التخطيط، عمارة البيئة اللي هو لاندسكيب أركتكشر، والأركتكشر اللي هي العمارة، والتصميم الداخلي، كل هذه الفنون لها علاقة ببعض. نخش في الموضوع. الأول مجموعة أبها هي مجموعة مدن الحجاز، حوالي 20 لوحة، 18 لوحة على ما أذكر. بدايتها كانت في أبها. ما يعني أزعمه كاتجاه بحاول أعمله اللي هو من ناحية ما بقاش كاميرا بتسجل الواقع كما هو، ومن ناحية تانية ما بقاش تجريدي أو سريالي مع كامل احترامي لكل المدارس، بس ما أوصلش لدرجة أبقى مبهم ما فيش حد بيفهم الشغل غير اللي عمله بس. لا، بعمل حاجة بين الاثنين. إيه الحاجة اللي بين الاثنين؟ أنا بسميها تعبيرية رمزية، يعني بشوف الواقع اللي قصادي إيه وأعيد تفسيره وأركبه بطريقة تانية بمفردات واقعية، بس التجميع مش واقعي. التجميع بتدي رسالة معينة أو بتعبر عن فكرة معينة. وإذا جاز لي يعني أقترح شيء، حاولوا تركزوا على الفكرة والكومبوزيشن، الفكرة اللوحة إيه والتكوين اللوحة إيه، وبعد كده طريقة رسم اللوحة بعضكم أحسن مني فيها بإذن الله. طبقات الرؤية في أبها، إن أبها طبعا من المدن الجميلة والبيئات الجميلة جدا في المملكة، وهي بس اللي أنا باخده من أبها مش هو الواقع كما هو، باخد حاجات معينة. فاللوحة دي بالنسبة لي مهمة، اللي هي الرسالة بتاعتها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، طبعا كمالة الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي من الحجر مش باين في أسفل اللوحة، إلى الوعل اللي هو نوع من الغزال، إلى العائلة، بحاول دايما أكد دور الإنسان، إلى الحمام، وله علاقة بالسماء دايما، أشعة الشمس، وفيه زي يد مرفوعة في السماء، الكل بيسبح بحمد الله. اللي بعدين كان في شجرة بيقولوا إنها 1000 سنة، الله أعلم، بس هي شجرة ضخمة، كان يعني البروز بتاعها حوالي 8 متر، يعني حاجة كده يعني من الجدار ده إلى هنا مثلا في اتجاه واحد، وكنا قاعدين تحتيها وبنتصور وأشياء من هذا القبيل. فأنا ابتديت أرسم الشجرة، وبعد كده اللي جه في بالي إن اللاندسكيب كله، البيئة كلها رايحة للمسجد ورايحة للسماء، فكأن كل البيئة طبعا في منظور خرافي، يعني منظور غير واقعي، يطلع الطريق كده يخش جوه أشجار بقى مش شجرة واحدة، ومنظر الناس وهي رايحة المسجد وهي من جنب المسجد، والجدع أبو نضارة ده اللي بيكلم الهدهد المفروض يكون أنا. يعني اللي بعديها منظورين متعشقين في بعض، زي ما بقول لكم هي دي مش هتلاقيها في أبها كما هي، بس هي بتؤكد النسيج بتاع أبها، بتؤكد النموذج بتاع أبها. إيه جمال أبها؟ في جمال طبيعي، الجبال والوديان، التراس الزراعية، وفي التكعيبات بتاعة البيوت، يعني الفوليومز ازاي متركبه في بعض، مع شيء من المبالغة، يعني الارتفاع ما بيبقاش ارتفاع كبير كده. الأشجار اللي هي الصرو اللي هي المدببة موجودة في أبها، بس مش بالكثرة اللي موجودة هنا، بس أنا بحطها لأنها لها علاقة جميلة بالسماء. ومنظورين متركبين في بعض، وفي ما يشبه الضباب، وبرضو تأكيد العيلة الإنسان في هذا المكان. اللي بعد دي اللي هي السوق والإنسان والقرآن. يعني من النادر أو مش من المعتاد إنك تفكر في السوق والقرآن في نفس الوقت، بس الحقيقة قابلنا شخصية رائعة في أبها، الشيخ محمد، مش فاكر بقية اسمه، محمد العبسي، بيزنس مان ناجح جدا، وفي نفس الوقت مثقف كبير وتربوي كبير، فجمع وإنسان متدين.
فاللوحه ابتدت انها تسوق، وبعد كده انا قلت كان في جلسه قرانيه من عائله والشيخ محمد فيها، وحتى مناخيره تشبه مناخيري زي الصقر وزي الدله واشياء من المشغولات اليدويه اللي في ابها، كل ده في نسيج واحد اهم ما فيه السوق والقران، اللي هم من النادر نفكر فيهم ويا بعض، بس يجب يبقوا ويا بعض. اللي بعد ده باب قديم موجود فعلا، يعني يشبه لهذا الى حد كبير، اتركب عليه مناظر مختلفه من ابها، يعني كلها تركيبات على بعض ما يسمى الكولاج، وبرضه المشغولات اليدويه والعائله والبعض يعني الحلي على الطفله. اللي بعده دي من اوائل الاسكتشات، هي دي اقرب للواقع، القريه بس بمبالغه في الارتفاع والجبال والترس الزراعيه، تلخيص للنسيج، نسيج المباني، نسيج التراسات، نسيج الجبال، وبرضو الانسان او العائله. اللي بعده برضو من اوائل الاسكتشات، بس هنا في ثلاث مناظير ويا بعض، المنظور الواضح اللي فيه الشمس، وفي منظور اخر تحت، وفي منظور داخل عليهم، فهي تراكب الرؤى في ابها او الايمجز اللي على بعض مع الضوء والظل، بنحاول نعمل تكوين منها. اللي بعده مجموعه جده، برضو بنشوف نموذج جده، يعني مش بسجل حتت معينه من جده، رغم ان في حتت تشبه هذا، يعني ده اللي هو مسجد المعمار اللي هو من المساجد القليلة، الدور كامل فوق الأرض، ودي منتشرة في العالم الإسلامي كله، كان على أساس أن الدور التحتاني يبقى تجاري زي وقف يصرف على المسجد، فمسجد المعمار إلى حد كبير موجود، والبيت ده اللي فيه تراسات موجود، بس مش الاثنين جنب بعض، أنا بركبهم ويا بعض، وبحاول أقول أن نسيج الإنسان بيمتد للمباني وللمشغولات اليدوية، وإن المئذنة طالعة للسماء، يعني المدينة كلها طالعة للسماء، الشبح ده كده 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 طالع للسماء، يتقال على جدة، بيتقال على جدة إنها بوابة الحرمين، أنا بشوف إنها كمان بوابة للسماء للحرمين، مش بوابة في الأرض فقط. اللي بعده هنا يعني تكثيف للنسيج بتاع جدة، وبيدور حوالين المئذنة، يعني مجموعة الرواشين بتدور حوالين المئذنة، السماء فيها ما يشبه العاصفة، إن فيها زي دوامة، وفي برضو الطيور بتدور حواليها، لو نبص اللي فوق شوية، ففي يعني عنصر من إن الخطورة، يعني إن الجمال اللي ربنا بيديه لنا بجدة بسميه نسيج الفن المتسامي اللي طالع للسماء ده، ما نعرفش هيختفي ولا لا، يعني مهدد، والارض تحت فيها زي الميه فكانها مهدده بالغرق، فده نسيج فني جميل لكنه معرض للخطر، محتاج حمايه، وبرضه العائله والانسان. اللي بعده سيمفونيه الرواشين، الجمال بتاع جده حتى المباني المهدمه اللي هي الكثافة البصرية، وإزاي الرواشين بترد على بعض، يعني حتى وهي مهدمة بتدي لك نسيج في رأيي في منتهى الجمال. العلاقة بالبحر اللي هي فقدت، لكن زمان كانت جدة القديمة على البحر مباشرة، وفي ما يشبه خطوط الموسيقى، البعض قد يراها زي بخور، بس هي المقصود هي بخور موسيقى بتعطيها الرواشين. الرواشين مرسومة بطريقة ان المقياس الكبير قدام اللي على الجنب بيصغر فيدي تأثير المنظور رغم انه وجه، وفي البنت الصغيرة اللي شايلة الحمام تقدر تقول انه بيهرب او تقدر تقول انه بيتناغم مع الموضوع حسب تفسيرك، لكن برضو بأكد ان في خطورة على هذا الجمال. اللي بعد نفس الفكرة بس بطريقة تانية، جدة والطوفان اللي هي تركيب رواشين على بعض، هنا لقطة مركزة شوية مع الباب مع بعض المشغولات اليدوية والمقعد اللي كانت مشهورة بيه جدة، كان مشهور أماكن للجلوس، وبعض المقاعد كانت مشهورة يجتمع فيها يعني خاصة كبار السن في الحي،
لكن كأن في طوفان جاي من المباني الحديثة قد يجرف ده كله. اللي بعده، المدينة المنورة، بأكد الأشياء اللي تؤكد شخصية المدينة المنورة، فهنا النخيل وأحد بالإضافة للمسجد النبوي الشريف. فالنخيل بيطلع للسماء كأنه إشارة للجنة مع جبل أحد، شيء من البيوت القديمة. بعض أكمل بيوت الحجاز كانت في المدينة، في منطقة كانت تسمى الأغوات. في شغل بالهندسة الإسلامية، بس مش مقصود به بوابة حديد، هو مقصود به الجيومتري الإسلامية اللي هي تعبير عن الحضارة الإسلامية. فده أهم ما فيه أنه طالع للسماء. هو الحقيقة كل اللوحات اللي بعملها ولله الحمد فيها دايما علاقة رأسية بالسماء. اللي بعدها، هنا المساجد التاريخية اللي كتير منها موجود. المساجد السبعة بعضها موجود وبعضها هدم، لكن المساجد كأنها بتلف حوالين المسجد النبوي الشريف، والمسجد النبوي الشريف كان في وسطه في نخيل في زرع اللي هو مش موجود الآن، فكان ده بيعطي شخصية المدينة المنورة وجبل أحد طبعا. اللي بعده، برضو بتلخص شخصية المدينة المنورة دي. اللقطة دي كانت موجودة، يعني أنا عصرتها من أكثر من 30 سنة، إن يبقى السوق أو حتى شارع سكني مع سوق وقدامك على طول المسجد النبوي الشريف والقبة الخضراء المشهورة. كان في نظام الأحواش السكنية اللي هو مش عماير سكنية على شوارع زي اللي عايشين فيها احنا النهاردة او معظمنا عايش فيها، ومش فيلات منفصلة ومنعزلة، لا، مجموعة من العمائر حوالين حوش. الحوش ده ممكن يبقى لعب الاطفال، التقاء السكان، وحتى اماكن لالتقاء النساء، اماكن لالتقاء الشباب، فراغ كبير يحيطه العمائر السكنية. بعضها موجود الآن بس على وشك الاندثار، وده نظام قابل للتحقيق حتى اليوم. مكة المكرمة، هو بنبتدي، أنا بحاول أذكر بأساسيات مكة، لأن مكة يعني إلى حد كبير لما بتخش بتبقى طرق كباري، الباركينج فين، السيارة تحطها فين، تتحرك إزاي، حاجة ما تصدمكش، شيء من هذا القبيل، وتتنسي أساسيات مكة. والجبال عمالة تتقص، يعني جبل عمر اتشال تلتينه على الأقل. فالتكوين اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره للكعبة المشرفة إنها تبقى نقطة ضمن حوالي سبع جبال أو تلال، وهي النقطة المنخفضة فيهم في هذا الحوض. هذا الحوض تحته في حاجة مهمة جدا اسمها مية زمزم، اللي هي حاجة فريدة من نوعها. وبعض الجيولوجيين يقول لك انك لو عرضت التكوين الجيولوجي ده على اي حد يعني ما يعرفش مكة يقول لك المكان ده لا يمكن يبقى فيه مية، لكن معجزة ربنا سبحانه وتعالى ان اوجد ماء في هذا المكان. فالمهم، هذه اللوحة بحاول اعبر في البلان في المسقط الافقي، يعني منظر من فوق على الجبال السبعة او التلال، وفي الكعبة الصغيرة، وبعدين في قطاع اللي هو بيعبر عن المساكن ازاي كانت مدرجة مع الجبل. كان في مسجد بلال اللي هو اظن كان في جبل عمر، كان مسجد صغير زي لؤلؤة كده في قمة الجبل، كان يعامل علاقة جميلة جدا. جبل النور اللي هو في المقدمة، بحاول اعبر عن هذه الاشياء في اكتر من منظور كلهم متركبين على بعض، يعني علاقة بالسماء، ان الكعبة فوقيها البيت المعمور. اللي بعده، هنا الأساسيات بس بنبص للكعبة بقى. فالكعبة كأنها بتطلع للسماء، البيت المعمور، وبعدين الناس اللي بتلف حوالين الكعبة، يعني كأنها كائنات ضوئية روحانية. بعدين الجبل كأنه بيسجد مع الساجدين، الجبل نفسه بيسجد، جبل النور في الآخر. مش راسم أي بيوت ولا أي عماير ولا طرق، يعني برسم أساسيات مكة. برضو الجدع أبو نضارة وحفيده موجودين هنا وفي السجود برضو. وبنلاحظ بقى حاجة مهمة، المعالم، الملامح الأفريقية، الملامح الآسيوية، اللي بنضارة اللي مش بنضارة، الطفل والكبير. فده دي مكة، هي دي طبيعة مكة وطبيعة الإسلام.
اللي بعده الطيور ايضا، الطيور بتلف كان زي الدي ان اي، الدي ان اي بتاع مكه. يعني في نظريه بيقول لك الطيور ما بتجيش فوق الكعبه خالص، دايما بتلف حواليها. اللي بعده هي لقطه قريبه بس اللي بيزيد عليها الانسان والعمران، فانا بقوله ان هي مش باينه، ان لبس الاحرام كانه بيطلع نسيج، يبقى هو نفس البيوت. ده كان المعمار او العمران بتاع مكه، كان منتهى الحساسية الجبل مع الكعبة، ما كانش فيه منزل يزيد حجمه عن حجم الكعبة. دراسة عملها الدكتور سامي عنقاوي قال لك لما كان حتى بيت يزيد كانوا يقسموه لأكثر من فوليوم. في مجموعة كان قال لي الحصان العربية، واختيار العنوان غريب شوية، إن قال لي الحصان العربية بعد كده ما بقولش قال إيه، على أساس إن كل واحد يفكر ما المعنى المقصود يعني. فهنا يمكن من اوضحها ان في خيوط بتشد الحصان العربي، في رايي هو رمز للحضاره العربيه وللعرب عموما بمشاكلهم، بس ايضا بامكاناتهم، الامكانات الكامنه اللي عايزه تنطلق ولسه لم تنطلق. فمجموعه البشر اللي هم يعني بيشدوا للارض وبيشدوا لتحت، والحصان عايز يتحرر، ثلاث اوضاع له. وبعدين هنا البوتنشال او الحلم او الامكانيه انه بيطير بجناحاته مع الاطفال، يعني هنا الحصان مع الاطفال، هنا ضد الناس اللي بيربطوه عايزين ينزلوه لتحت. اللي بعده فكره يعني قريبه، بس هنا بقى ثلاث حمير ومعاهم حصان بيتبع الحمير وكلهم مغمين عينيهم، وبيشدوا الحصان العربي اللي هو بيقطع الخيوط اللي رابطاه وعايز ينطلق، والحلم اللي هو بينطلق للسماء بالأجنحة. اللي بعده يعني دي أنا بعتبرها من أحسن اللوحات اللي عملتها، لأن هي فيها نوع من الاستمرارية التشكيلية والضوء. فالرمزيات هنا إن اللي راكب على الحصان هو الطاووس الغرور، وبرضه بيعور الحصان بينزل دم، والبغبغان على عقله بيحفظ ما بيفكرش، والغراب بينقر في بقه وفي راسه. مقابل الحصان اللي بيطير، بيطير مع مين؟ مع الفراشة رمز الجمال، الهدهد رمز الحكمة، الحمامة رمز السلام والهارموني إلى السماء.